غادرنا يوم امس لدار البقاء وطفله رئيس والعالم كامل. طفل سقط الثلاثاء الماضي في هذه البئر اللي امامنا اللي تم الهدم ديالو اليوم. وفاة طفل ريان خلف صدمة في قلوب المغاربة والعالم بأسره. كنا ننتظروا جميعا باش نشوفوا حي ويرزق وسط العائلة ووسط المغاربة. البارح في ساعات متأخرة من الليل في بلاغ من الديوان الملكي أعلن على الوفاة ديال هذا الطفل. غادي نحاولوا ناخذوا بعض التصريحات من العائلة ديال ريان. كيفاش تلقاو خبر الوفاة؟ السلام عليكم. اولا عظم الله اجرك في طفل ريان. وراه ريان فقدناه كاملين كمغاربه ومسلمين. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نوعا كواحد يعني اللي رجعنا لهنايا للطفل ريان رجعنا معاه الاصول والحمد لله. يعني هذا الخبر ريان البارح جانا بحال الصاعقه بعد واحد الفرحه كبيره اللي فرحنا كسكان المنطقه وكعائله باللي خرجوه من البئر. ومن بعد الحمد لله يعني جانا الخبر الصاعقه ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني هادشي الحمد لله هادشي انت من العائله ديالو؟ نعم. ممكن تقربنا على في يوم الثلاثاء شنو طرا بالضبط؟ يوم الثلاثاء كما يعني كتعرفوا حوالي الساعة الثانية طاح الطفل ريان في البئر. بقاو الوالدين ديالو كيفتوا عليه هيدا هنا حدا الدار وسولوا عن الجيران وهذه ملي ما بان له حتى شي اثر. كاين واحد الولد هنا من ابناء المنطقة من العائلة يونس اللي عمل الخبر ديالو الاختفاء. قالوا يمكن يكون شي مطعده مشى كيلعب بعيد ولا هذه حيتاش الولد مازال صغير. فاذا بالام ديالو مسكينه جاها احساس شافت ديك البئر معري جاها احساس كتقول يمكن ولدي طاح هنا في هذا البئر. وصافي عطينا لهم الفكره يعني الهاتف في الاول هبطوا التليفون شاعلين الكاميرا فاذا كيشوفوا الولد في قاع البئر ومازال حي كيتحرك. وصافي والحمد لله ديك الساعه جاو ابناء المنطقه وعلموا الوالدين ديالو هذه علموا السلطات وجات السلطه وجاو رجال الوقايه المدنيه. صافي بدات عمليه الحفر وكما شفتوا جاو الناس بجميع انحاء المغرب الحمد لله. والحمد لله يعني تنقول لك واحد الاحساس اللي تشعر له الابدان يعني بزاف ابناء المنطقه اللي كانوا باغيين يغامروا براسهم واللي هودوا في ديك البئر ثلاثه المحاولات يعني اللي عملوا باش يتم الانقاذ ديالو من خلال البئر اللي باءت بالفشل حيتاش البئر كيضيق شويه في القاع كيوصلوا لواحد النقطه 25 ولا 28 متر كاين تما شي حجرات كتمنعهم باش يوصلوا حتى لقاع البئر. صافي وفي ديك اللحظه كانت يعني الخدمه بدات يعني الخدمه بالتراكسات وداك الشيء كيحفروا عموديا بواحد المجهودات جباره. كاين واحد الشيء بحال عمي عبد السلام شي فرد التراكس كاملين مساكن 24 ساعه 25 ساعه ما كينعسوا ما والو يعني ما تحركوش من بلاصتهم في الخدمه ديالهم. وكما شفتوا يعني تا وصلوا لعمق 32 متر من بعد عاود تم الحفر افقيا. ايوا والحمد لله في الاول الخبر الاخراج ريان فرحنا به بزاف فرحنا به حنا والدينا وكل شيء من بعد الترقب خمسة ايام. ولكن في الاخر صراحه الله يعني تصدمنا بخبر الوفاه ديالو والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انتم كعائله امتى وصلتكم الخبر ديال الوفاه؟ حنا وصلتنا الخبر من بعد ساعه المكانه يعني في جوج النهار وقعت الواقعه مع ثلاثه النهار وصلنا الخبر. كيفاش تقبلتوا الخبر؟ انتم كعائله عارفين بان الخبر في الاول يعني كان شويه عادي حيتاش غير الاختفاء ولكن الخبر السقوط الولد في البئر وانه حي صراحه الله القلب الانسان كيتقطع راه صعيب الحال. حنا فوق الارض نفسو ناكلو ونشربو اكسجين كاين والاحساس ديالك ان واحد الوليد صغير
تحت الارض راه احساس صعيب بزاف، ما صعيبش تحلو العقل. كنا كنعيشوا على الاعصاب ديالنا كل دقيقه وكل ثانيه، وكنترقبوا يعني فوقاش يتم الخروج ديالو من القاع. انتما كعائله خمس ايام، كيفاش عشتوا هاد الخمس ايام؟ باش خمس ايام يعني الاحساس ديالنا فيها عشنا جميع الاحاسيس. نقول لك عشنا فيها الفرحة بالعيد، عشنا فيها الحزن، شي حاجة أكثر من الجنازة، عشنا فيها بزاف من الأحاسيس. حيتاش غنقول لك كتجي واحد اللحظة كتسمع صافي راه قربوا يخرجوا، واحد اللحظة كتسمع صوروه بالكاميرا الفيديو ديالو مازال حي يرزق، كنفرحوا. عاود فاش سمعنا أنه توفى كانت صدمة وكان حزن كبير. الوالدين ديالنا راه مازال في نيويورك، والله العظيم الأم ديالي خليتها مازال لحد الساعة كتبكي في الدار مسكينة. الحمد لله البارح من بعد انتشال الجثة ديالو تأكد الخبر ديال الوفاة ديالو. امتى العائلة تلقات الخبر ديال الوفاة ديال الطفل؟ يعني كانوا الناس بزاف ومحسنين والجيران والأقارب، وما عرفناش بالضبط حيتاش التواصل كان صعيب معاهم، كانوا بعادين علينا وهذا. ولكن الوالدين ديالو يمكن تلقاو الخبر قبل ما يخرجوه من الكاف على ما أظن. حنا يعني كأقارب ديالو وكساكينة من بعد اللي خرجوه بواحد ربع ساعة جانا وصلنا الخبر. شفتوا المساندة ديال العالم كامل لواحد الطفل وسط العائلة، كيف جاتكم هذه المساندة ديال العالم ماشي فقط في المغرب؟ تتلج القلوب صراحة الله، واخا هذيك الحزن وهذه راه الحمد لله القلب ديالنا كان كيترحم وكنبكي صراحة الله، والله العظيم إلا الدموع كيطوب ديك الاحساس. يعني كتشوف الناس كيتضامنوا معنا من السعوديه من مصر، الاخوان في الجزائر اللي كنقدموا لهم التحيه، والعائله ديالنا في فرنسا واللي كانوا كيتصلوا بينا. عندي الاخوان ديالي تما كانوا كيتصلوا بيا كل دقيقه وكل ثانيه، راه كاين اللي ما مشاش ما كانش كيمشي للخدمه ديالو ولا كان بغيت نقوت يعني هاد الفجعه هادي. كل ساعه كيعيط امدرا شني كاين، المهم جالسين مع وسائل الاعلام كيتفرجوا كيشوفوا لعل وعسى يجي شي خبر الفرج يعني مع عبد الله ان هذا الولد خرجوه. والحمد لله اللي زادت صبرتنا شويه هذه هي التضامن الاخوان المسلمين والدول كامل، الدول العربيه والمسلمه معنا. والحمد لله المغاربه حرار وبينوا على واحد الروح التضامن كبيره، ويعني كان كامل ساكن كان القلب ديالهم مع ريان ومعنا، والله يجازيهم بخير والحمد لله. وكنبغي نشكر شكر كبير لصاحب الجلاله اللي يعني الدقائق الاولى صردنا الوقايه المدنيه وجي السلطه والناس الصحه وكاملين اللي سهروا على العمليه على قدم وساق الحمد لله. شكرا، ومرة أخرى كنبلغكم التعازي ديال المغاربة وديال الإدارة ديال الموقع مدار. الله يجازيك بخير، وحنا كنبغيو نشكروا الصحافة على العناء ديالهم والمجهودات ديالهم اللي قاموا بها واللي جاو لعنا وخرجوا يعني هذه الواقعة للرأي العام، واللي يعرف يعني وجاو عندنا لهنايا رغم الظروف الصعبة الطريق وبزاف الحاجات. شكرا شكرا. كما كتشاهدوا مشاهدينا كان تصريح لأحد أفراد عائلة الطفل ريان، هم كذلك توصل الخبر بعد الإعلان عليه، إلا أن كما قال بأن ممكن الأبوين هم يكونوا توصلوا بالخبر قبل، لكن العائلة توصلت به ككافة المغاربة وتوصلوا به بعد الإعلان عليه. كنتواجدوا مباشرة مشاهدي موقع مدار من أمام منزل الطفل ريان اللي راح ضحية واحد البئر اللي هدموه هاد الصباح هنايا بالنواحي ديال مدينة شفشاون. الطفل ريان اللي بقى في البير نحو خمس أيام، والبارح بالليل تم انتشال الجثة ديالو من تحت الأنقاض، وشفنا مؤازرة ديال العالم كامل في هذه القضية ديال الطفل ريان.
كانت مجهودات متواصلة طيلة هاد 5 أيام لفرق الوقاية المدنية وفرق الإنقاذ بالجرافات وغيرها من الوسائل باش ينقذوا هذا الطفل، لكن هاد يعني هاد المجهودات يعني مشات غير هكاك، وإنما قدر الله ما شاء فعل. الطفل ريان غادرنا لدار البقاء، لكن قلوب المغاربة وقلوب كل العرب وقلوب العالم الإسلامي باقة مع ريان، وما زال كتدعي مع ريان، وتعزينا الحارة لكل المغاربة والعائلة الصغيرة والكبيرة ديال ريان. مازال عناصر الدرك الملكي متواجدين بالقرب من مكان الحادث، كنتواجدوا بالقرب من منزل الطفل ريان كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا، وهذا هو البئر اللي تم الهدم ديالو صباح اليوم. ريان اللي كسب قلوب العالم بأسره، ليس فقط المغاربة، والقلوب ما زال يعني مع عائلة ريان. مشاهدي موقع مدار 21 بقلب الحدث،
معكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من أمام ما زال معكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من أمام منزل الطفل ريان اللي غادرنا لدار البقاء يوم أمس. كيحضر معنا السيد، ممكن انتم من التسامي ديال الدوار؟ انا من جماعه ديال جماعه التبروك. ممكن ندور هنا على قبل الشمس. انتم من؟ انا اداري بالمدرسه العتيقه بقريه وزين جماعه التبروك اقليم شفشاون المتواجده بدوار روسي جماعه التبروك. كيفاش تلقيتوا الخبر ديال وفاه ريان؟ نحن تلقينا في المدرسه يعني كإداريين وكأساتذة وكفقهاء بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية وزين وسكان قرية وزين تلقينا هذه الفاجعة بالحزن، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعني جميع الطلبة نقدم تعازينا باسم السيد المدير المشرف على المؤسسة عمر بن الخطاب بقرية وزين، وكذلك أساتذة وفقهاء الأعزاء وجميع الأطر الإدارية والتربوية، وكذلك جميع سكان قرية وزين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا كلهم يقدمون التعازي لأسرة المرحوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد برحمته الواسعة وأن يجعله من أهل الجنة. شكرا. بهذا نكون قد استوفينا هذا المباشر. نبلغ حر التعازي لعائلة الطفل ريان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.